أرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا الضابط للتحلل من الإحرام لمن أراد الحج، هل يصح أن يقال إن الضابط هو الضرورة قياساً على الإحصار؟ الضابط إذا صد عن البيت ولم يمكنه الوصول إلى البيت، صده عدو أو مرض أقعده ولا يستطيع، حصل حادث في السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح، تكسر ولا ما، هذا الإحصار. أما إنسان يتمكن من مرض يسير ويرجى شفاؤه يبقى محرم، فإذا شفي يروح ويؤدي النسك الذي أحرم به. نعم، لكن إذا صابوا شيء يمنعه، ما يمكن أنه يروح، ما يمكنه يروح، إما عدو وإما مرض أقعده أو كسور ورضوء وأشياء ما يستطيع معها المضي، هذا محصر يفدي ويتحلل.